منذ عدة أعوام ومنظمة اليونسكو تحشد لأجل الحفاظ على ماضي اليمن وعلى أن يظل ماثلا أمام المستقبل. وفي أرض بعيدة تقام الفعاليات وتلقى الكلمات التي تنبه العالم لما أسمته المنظمة التابعة للأمم المتحدة تراث اليمن الغير معروف. نأمل أن هذا اللقاء كان يتم في صنعاء وقد أنتج مشاكلنا ونعمل حلول عملية داخل اليمن للآثار اليمنية. ومهما تعلو أصوات محبي تراث وآثار اليمن فلن تطفئ النيران التي أكلت الكثير مما صنعته أيدي اليمنيين قبل مئات السنين. ويبدأ اليوم في العاصمة الدوحة نشاط جديد حيث اجتمعت 10 متاحف عالمية لأجل تراث يتعرض للدمار اليومي كما تقول حملة اليونسكو. ووفقا للمنظمة العالمية فقد حرصت على جمع تراث اليمن وإرثه من أهم متاحف العالم، ولمدة 7 أيام ستتمكن أعين الزوار من رؤية إرث اليمنيين الموجود في عواصم مختلفة والذي ظل لعشرات السنين مفرقا بين بلدان عدة وداخل متاحف أبرزها اللوفر والمتحف البريطاني وغيرهم. وسيجتمع لمدة أسبوع واحد قبل أن يعود إلى شتاته من جديد.